بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه فسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا ساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إن الله يحب الذين يقاتلون.
أفمن وعدناه وعدا حسنا
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض. وكفى بالله وكيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله. فما لهذا
حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا سورة النساء ولولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته كهان فلولا فضل الله عليكم ورحمته كهان سورة البقرة الف لام وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا سورة البقرة ولولا فضل الله عليك ورحمته عليك عليك ورحمته عليكم ورحمته عليك ورحمته ولولا فضل الله عليك ورحمته عليكم ورحمته عليك ورحمته عليك ورحمته سورة النور يا إسم الله أعوذ بالله من الشيطان ويستفتونك في النساء بعد لهم الطائفة منهم يضل ويستفتونك في النساء أوبر بات أو دوبر بات آيات وهي سجلوا بريد ولولا فضل الله عليك ورحمته ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا سورة النساء الجزء والمرسلات في العينة ولولا فضل الله عليك ورحمته علشان اسياد عرضها هي ولولا فضل الله عليكم ورحمته سورة النور سورة النور لولا جاء الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم
سورۃ النور جز کون سا؟ جز قد افلح 18 نمبر سورۃ سورۃ النور. اور کہاں ہے؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته. اسی میں اوپر ہے. پڑھیے. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن فضل الله عليكم ورحمته. سورہ نور میں تین جگہ ہے اور ایک باقی ہے پڑھیے اس کے بعد پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. كتنے ہیں سورہ نور میں؟ کتنے جگہ ہے؟ چار. تین بولے چوتھا میں بولا. اچھا جائے.